أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح، نعمة وسلام لجميعكم. بتوصلنا طلبات كتير كتير من الصلوات، والبعض عم بيشعر في حالة إحباط، والبعض الآخر عنده تمنيات من خلال الصلاة. أنا عاوز أشجع كل أخ وكل أخت بشهدونا إنه إحنا من آمن بإله حي يسمع ويستجيب الصلوات إذا كانت بحسب مشيئته وكانت أيضا لمجد اسمه. واليوم أنا عاوز أشجع كل المشاهدين، الآية الموجودة في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 4 والآية 16، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. عاوز أكرر الآية مرة تانية، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. أحبائي، نحن نؤمن بإله حي اللي بيتواصل واللي بيتفاعل. نحن نؤمن بالرب يسوع المسيح الحي الذي طلب وقال إلى الآن لم تطلبوا شيئا، أطلبوا لكي يكون حكم كاملا، مهما طلبتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إخوتي وأخواتي، عم توصلنا كتير من طلبات الصلاة، وأنا عاوز أقول لكل شخص بشاهدنا بالأمانة إنه إحنا بنرفع كل طلبة صلاة وكل احتياج عم نصلي من أجلك ومن أجلك. وعلى فكرة أنا عاوز أشجعكم، لا في طلبة كبيرة أو صغيرة على الرب. إلهنا إله عظيم، هو أكبر من أي احتياج وأكبر من أي طلب. مكتوب من أنت أيها الجبل أمام حط اسمك، تسير سهلا بنعمة الرب وفي اسم الرب يسوع. والكتاب بعلمنا أن نتقدم بثقة إلى عرش النعمة. واليوم أنا عاوز أشجع إخوتي وأخواتي، يمكن شفتوا الإعلان، وأنا بحب أشجعكم من فضلكم ابعتوا طلبات الصلاة، لأنه أنا اليوم رح أصلي معكم، لكن يوم الثلاثة اللي هو بكرة بنفس المعاد ويوم الخميس في نفس المعاد عاوزين نرفع كل الطلبات مع أسماءكم. إذا مش عاوز اسمك ينذكر فقط يعني تكلم إنه لا تذكر الاسم، فمن فضلك ابعتوا كل طلبات الصلوات. وأنا أؤمن بقوة الصلاة، وأنا أؤمن إنه إلهنا حي موجود وهو يجازي الذين يطلبونه. وكل اللي بيشاهدونا في هذا الوقت، أنا عاوز إنه نطلب إنه نتحد مع بعض في الصلاة بين اليوم ليوم الخميس، إنه كل الطلبات وكل الصلوات اللي بتتقدم وبترفع خلينا نصلي من أجل كل الاحتياجات. وأنا عارف إنه كتير في ناس بمر في ظروف صعبة بسبب مرض الكورونا، في ظروف أسرية، ظروف اجتماعية، وكتير ظروف روحية بسبب يمكن انقطاعنا على الكنيسة ومش عم بتواظب على الاجتماعات أو الصلاة وعم تشعر بالفتور الروحي. أنا عاوز أأكد لك إن الله لا يترك أي إنسان ولا يهمل أي إنسان، وعاوزك من خلال الصلاة تتذكر دايما إن الله بحبك، الله إله مخطط رائع لحياتك، والله لا يترك ولا يخذل أي إنسان. مكتوب لا يحتقر مرذلة المسكين، بل ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره. اوعك تفكر انه انت بتزعج الرب في طلبة صلاتك، اوعك تفكر انه هل الله بيهتم فيه، طب ما هو انت شايف العدد والناس. اوعك تفكر انه انت يمكن لانك عايش بخطية او بعيد عن الرب. الرب بحبك، كل اللي بيطلبه منك انك تعترف بخطيتك وتتوب عنها وتتركها
وتآمن بالرب يسوع المسيح وتتوج وتدعو لحياتك حتى هو يسود على حياتك ويبارك حياتك. الرب يسوع علمنا احنا من خلال الصلاة مش عم نقول الصلاة فيها فرض وفرائض ومكان وزمان وعدد الصلوات، بل بالعكس الرب يسوع علمنا ومتى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، يعني الآب السماوي هو حاضر جاهز في أي وقت احنا بنرفع صلاة، إذا كانت صلاة من كل القلب، إذا كانت صلاة بتعنيها من كل نفسك، هو حي بحبك وبيستجيب الصلوات. الرب يسوع علم أنه ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل، فالصلاة هي ليست المرجع الأخير بل الصلاة هي الوسيلة الأولى. أنا بصلي مش لأنه متضايق، مع أن الكتاب بعلمنا أدعن في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، أدعو يعني أدعو الرب في يوم الضيق بيعمل أمور عظيمة في حياتك. ثم يقول الكتاب صلوا بلا انقطاع، هاي الصلاة اللي أنت بتكون عايش محضر الله، حضور الله في حياتك، تختبر كما اختبر رجل الله إلي، حي هو الرب الذي وقفت أمامه، إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوله. نصلي إلى إله حي، إله موجود، إله بحبنا، إله يصر ويستمتع باستجابة الصلوات. وأنا عاوز أقول لك أنه لا في كبير ولا صغير، مهما كان احتياجك، مهما كانت طلبتك، شو رأيك نتحد مع بعض ونتفق مع بعض؟ مكتوب إن اتفق منكما اثنان على أي شيء في الأرض يكون لهما، وبنعرف أن روح الله القدوس لا تحد أي مسافات. في أي مكان أنت موجود، في أي مكان إحنا مربوطين في جسد واحد، سقينا بالروح الواحد واعتمدنا لجسد واحد، إلهنا إله حي بحبنا، وخلينا نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لأنه يصر باستجابة الصلوات. فأنا بدعوكم أحبائي في اسم الرب يسوع أنه لا تتردد في هاي اللحظة، على طول على طول من فضلك ابعت رسالة، اطلب وخلي صلواتك وطلباتك تكون محددة. إذا طلبي من أجل خلاص بيتك أطلبها، إذا صلاة بركة أطلب البركة، إذا صلاة من أجل افتقاد من أجل أولادك وبناتك أطلبها، إذا صلاة من أجل تسديد الاحتياجات أكتبها، إذا صلاة شفاء من أي ضعف من أي مرض لا تتردد أنك تقولها. مهما كان المرض كبير أو صغير خلينا نيجي بثقة بإيمان. على فكرة إيمان الأطفال، إيمان في بساطة الأطفال، نيجي للرب مثل ما إحنا ونقول له يا رب ما إلنا غيرك، رح نحط ثقتنا فيك ورح نلقي أنفسنا على النعمة والرحمة، وإنت اللي بتتمجد وإنت اللي بتستجيب كل صلاة. فأنا بشجعك مرة تانية تبعت طلبات الصلاة والاحتياجات، لأنه من بكرة ليوم الخميس رح نخصص الوقت بالصلاة، ورح نطلب من إخوة وأخوات اللي بشاهدونا إذا أنت عم بتصلي قول أنا بخصص اليوم 5-10 دقائق ربع ساعة، أنا متحد معاكم في الصلاة من أجل كل الطلبات اللي بيبعتوها على الفيسبوك. الرب يكافئكم على تعب محبتكم، والرب تصور لما أنت بتصلي بتكون بركة للآخرين، الرب كمان بباركك وببارك بيتك وببارك أولادك. وإحنا هذا الأسبوع بدنا نصلي إنه السماء تفتح كما فتحها إليا في بركات روحية، ونصلي إنه مجد بيت الأخير يكون أعظم من بيت المجد الأول، ونصلي من أجل سنين فرج وسنين افتقاد وسنين بركة وتعويض واسترداد كل مسلوب في حياتنا، وهيك ننتعش روحيا. الرب يعطينا طاقة ويحررنا من الفتور، ويصير عندنا محبة للكلمة، محبة للخدمة، محبة للكنيسة، محبة لشعب الرب، ومحبة لكل الناس نرفعهم في صلواتنا. الناس عم بينتظرونا محتاجين لصلاة. أنا بدعوكم من فضلكم صلوا
نتحد مع بعض في الصلاة. هاي الأيام الجاي لحديت يوم الخميس، يعني اليوم بكرة وبعد بكرة والخميس تكون أوقات مخصصة للصلاة. وإذا أنت عم تقرأ بالفيسبوك وسمعت شفت طلبة ارفعها بالصلاة، لكن عاوزين أكبر عدد ممكن من الطلبات لأنه رح نطبعها ورح نصلي بالاسم وبكل طلبة في اسم الرب يسوع المسيح. واليوم أنا عاوز أصلي من أجلك. هل عندك احتياج؟ ارفع عينيك لفوق، اسكب قلبك أمام الله. والصلوات أحبائي ما هيش صلوات سحرية، احنا منتكل كلنا على الرب. وأنا من النوع اللي بآمن في البساطة، الكتاب بقول فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. عونا في حينه، الرب رح يجي في الوقت المعين يتمجد باستجابة الصلاة. يا رب يسوع المسيح، في كتير ناس عم تشعر بحرج بخوف، يمكن بفكروا إذا ببعثوا صلاة كأنه بتعطي فكرة أنهم ضعاف روحيا. بولس الرسول كان يطلب من أصدقائه أن يرفعوه في الصلاة، فتعال يا رب استجابة الصلاة. بسألك من أجل كل احتياج تفتقد يا رب، كل شخص بعيد عنك وكل شخص عم بمر بالفتور الروحي وكل شخص كسر عهدك تلمسه وكل شخص خانك انك ترجعه، وبصلي انك تعود عن كل السنين اللي أكلها الجراد واسترد كل مسلوب في حياتنا. بصلي انك تسدد كل احتياج، وبصلي ان أسرنا أولادنا وبناتنا تلاميذ للرب، وبصلي في اسم الرب يسوع انه هذا الوباء ينتهي، وبصلي من أجل شفاء لكل مرض وتقوية لكل ضعيف وتعزية لكل حزين، وبصلي يا رب انك تسترد كل مسلوب وتزيد ثقتنا في شخصك وتزيد إيماننا وتقوينا نتشدد ونتشجع. وبصلي يا رب كل شخص في هاي اللحظة ساكب قلبه أمامك، استجيب كل صلاة، اكسر كل قيد وكل لعنة، حول اللعنة لبركة. وبصلي يا رب سنين خير تيجي على حياة كل إنسان، وبصلي أنه معرفتك تملأ كل الأرض ومجدك يغطي الأرض في هذه الأيام في اسم الرب يسوع المسيح، آمين. بدعوك مرة تانية لا تتردد، من فضلك في الحال شارك هاي الرسالة، من فضلك شاركها لأنك أنت شريك بالخدمة معنا. وكمان ابعت طلبة الصلاة، وانت اكتب اذا انت عاوز تكون من جيش الصلاة معنا، والرب يكافئك والرب يباركك والرب يعطيك سؤل قلبك، وهيك يستجيب لك كل دعوة وكل طلبة وكل صلاة في اسم الرب يسوع. آمين آمين آمين.